البروفيسور محمد بلحمراء، الدكتور سمير شبيلة، والدكتور محمد حوحو، ثلاثة من أحسن الأطباء بولاية بسكرة، فقدوا حياتهم في أقل من 24 ساعة بعد صراع مع كورونا. أطباء ضاعفوا جهودهم منذ بداية الجائحة ودفعوا حياتهم ثمناً لذلك، فبعد أن كانوا في الصفوف الأولى لمحاربة كورونا، ها هي بسكرة اليوم تدفن أبنائها من صفوف الجيش الأبيض في جنازة خاضعة للقيود الصحية. كوفيد 19 لازم نلموا الشمل ونتعاونوا باش نجموا نعاونوا الولايه نتاعنا بالاجهزه اللي تقدر نديروا لزماليز هنا في بسكرة باش نبرزوا ونبعثوهم هنا وهنا. محاربون رحلوا عن الحياه يحسبون عند الله من الشهداء، فرغم علمهم بالخطر الذين يعيشون حوله إلا أنهم اختاروا المجازفة لإنقاذ غيرهم، فإن لله وإنا إليه راجعون.